بالنسبة لأخ المواد اللي هي أساسية خويا، راه تزيد كلها بدون استثناء، من لي بيسكوي ديال الدراري الصغار اللي كنا كنبيعوهم بدرهم، دابا راه تزيد فيهم 50 سنتيم، يعني زيادة ديال 50%، و المهم جميع السلع بدون استثناء، من مواد التنظيف، من الأسمدة اللي صفرات هي تزاد فيها تقريبا 50%، والمادة ديال الحليب اللي هي أساسية تيارات زاد بالنسبة للأطفال، من لي بونبون، البونبون الصغير حتى هو ما استثناوش، ولا تقريبا ب 20 فرانك، اللي كنا كنبيعو ب 10 فرانك ولا ب 20 فرانك. سيدي ملي كتسول الموزع كيقول لك الحقة الأزمة عندها علاقة بالجفاف، يعني عندها علاقة بتساقط الأمطار، ولكن الحليب الآخر المعقم موجود، المعقم موجود، المشتقات ديال الحليب حتى هما موجود، ما فيهمش نقص، غير الحليب بوحدو اللي فيه نقص. الروتور كيقول لك اسيدي الروتور على حسب الكمية اللي خديتي تقريبا 40 دومية ديال الحليب، يعني عندك حق في الروتور في نص لتر بوحدو فقط. بالنسبة خويا الزيوت ما بقاش على الإقبال، لحقاش بنادم اللي كان كياخذ 5 لتر ديال الزيت ب 65 درهم، دابا راه الزيت حاليا ولات ب 110 درهم، يعني غيضطر ياخذ نص لترو، بلا ياخذ لترو كيولي ياخذ نص لترو، يعني الإقبال على الزيت راه ما بقاش. أما بالنسبة للسكر، السكر ما شملاتوش الزيادة، يعني راه باقي بثمنه حيت الدولة مدعماه، يعني باقي مدعم هو، وبالنسبة للطحين حتى هو باقي مدعم. الفورس كندوي لك أنا على الفورس السميدة، السميدة هذيك تسات هي تزادو حتى هما، تزادو تقريبا، تزاد فيهم تقريبا 30%. كاين شي اقبال عليهم؟ لا حاليا ما كاينش، لحقاش الاقبال، ما كاينش القدرة الشرعية للمواطن، ما في ضربات، يعني الاحياء الشعبية راه فيها المواطن بسيط، فهمتي، القدرة الشرعية اصلا كانت ضعيفة، وزاد كملت داكشي اللي كان خاصها كمل، نتي بنادم ولا مضرور مقصح، الله يحسن العون. معاناة اخويا، معاناة بزاف مع المواطنين، دابا بنادم ولا كيجيك ناقص، نتي داك هامش الربح اللي كتدي لك انت، كتدي شحال هادي ما بقاش، حقاش اي مادة تزاد الا وراه هامش الربح ديالك كينقص. ندوي على الزيت البلدية حتى هي، هاد السيمانة هادي راه شملاتها زيادة حتى هي، تقريبا 6 دراهم ديال الزيادة، 6 دراهم بقى 6 دراهم في الليتر، في الليتر الواحد. شحال كانت سابقا كدير 60 درهم، دابا حاليا 70 درهم، يعني 10 دراهم في الليتر، ونص لتر 5 دراهم. وبالنسبة للبطاريات، البطاريات صغار أيه، تا هما شملاتهم زيادة، كانوا تقريبا بدرهم ولاو بجوج درهم، يعني زيادة ديال 50%. الكتب المدرسية حتى هي تزادت حتى هي، ومبقاش عليها الإقبال هاد العام هذا، بالنسبة للكتب المدرسية ما علاش الإقبال، ولا غادي حدو قدام، مابقاش داكشي، إلا حل موالي الحوان دابا لقاو صعوبة في الكريديات، فهمتيني، لقاش دابا المسألة ديال الكارني، دابا في هاد الأزمة هادي كاين الحانوت اللي ما تخلصش مسكين 4 شهور 5 شهور، وكاين اللي كيسال من العهد ديال الكورونا وباقي هو كيسال، يعني هاد المواطن هذا ما عندوش باش يخلصو، راه ماشي بغا ياكلو، هو ما عندوش باش يخلصو. احنا راه معروفين فين كاين، راه كاين في بير رامي الداخل مورا أسواق السلام، و كنديرو كنهضرو دابا على المواد اللي مزودة على الغلاء، والناس دابا الكليان الله يحسن العوان راه كيجي كيتشكى على مول الحانوت، ما قزتي ما قدرتي ما فعلتي ما كهليمة، وحنا راه كتزيدوا في هادشي، حنا كيجي داكشي من عند الشركات، حنا كنجيبو كنوصلو للمواطن، وصح حنا واكل العصا والمواطن واكل العصا، وكلشي دابا مزيود، دابا كلشي الحليب راه قليل. قول لنا مشكلة الحليب. الحليب اسيدي في الشركة قليل، كيقول لك كيمشيو عند الفلاح ما كيلقاوش عنده الحليب، الفلاح حتى هو مضروب، كيقولوا علاقة بالجفاف، والله اعلم، كلشي تزاد، الحليب اللي باقي دابا حاليا باقي تمام سالم، راه تزاد ديال الياشتي، تزاد في الليترو، تزاد في نص ليترو، ودير العادي باقي في الثمن ديالو، ولكن قليل ما كاينش. في الصباح جيتي في الصباح راه غتاخذ الحليب، ما جيتي في الصباح راه ما تلقاش الحليب، البيض تزاد بمواد جايين في الزياده، ما كاينش شي حاجه سولتي عليها وما تزادش، ما كاينش، يعني كما تنقولوا اي حاجه وكان ديري غتولي دايره بجريات، ما كاينش شي حاجه ما مزيوداش، ما كايناش. نتوما كاصحاب المحلات كيفاش ولات علاقتكم مع المواطن؟ ما بقاش عنده فيه، ما بقاش الثقه فينا حنا دابا، الكليان ما بقاش كيثق فينا.
اللي مقدي السلعه باقا عنده سلعه رخيصه راه كيبيع رخيصه واللي تقدى سلعه جديده زايده كي تقول كيقول له لا انت زايد فلان راه داير الثمن وانت داير الثمن يعني كيتهمكم نتوما بالزياده دابا الثقه ديال الكليان ما بقاتش في مول الهانم كيجي كيقول له انت زيد انت واه البارح هاد كان ثمن واليوم ثمن او ما بين صلاح وعشيه زيد ما يمكنش يقول له ودي ناس زياده راه جايه مع موليها حنا راه كنوصلوا حنا زادت علينا 10 دراهم غنزيدو 10 زادت علينا درهم غنزيدو درهم زادت علينا 4 دراهم غنزيدو 4 دراهم هادشي اللي كاين هنا الرواج ما بقى اي واحد سوتي على الرواج ما بقاش الرواج اللي كان هذا كاين ما بيكون نوع سواء محل كبير سواء محل صغير سواء التجاره ديالنا سواء شي تجاره اخرى المهم التجاره كامله دابا راه ماشي انا نهضروا على التجاره عموميه كلشي ماشي الرواج اللي كان شحال هذه هو اللي كاين دابا راه نقصات واحد 50% ولا 60% تقريبا كما تنقولوا حنا